صباح النور، صباح الخير على اغلى واحلى مشتركات. نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم. كي معودتكم الغزاله التوعيه ديما نبداو كلامنا بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وليت معكم في روتين جديد خفيف ظريف بيان سيغ فيه افكار، وريحه نشارك معكم كامل نهاري كيفاش فات، الضيوف اللي كانوا جاوني وشكون هما وكيفاش فوت معهم يومين، يعني درت لكم مونتاج تاع يومين ولا شاركتكم يومين هذو التوالا كيفاش فوتهم. المهم حبيباتي الغاليات، اول حاجه البنات اليوم كي نوض الصباح بديت بها واللي هي لا فارس تاع لي كورني، باسكو ما قبل قلت لكم بلي راهم جاييني اضياف عزاز عليا واللي هما اميمتي وجداتي، وكنت وجدت كامل يعني الفيديو اللي مقبل كنت شاركت معكم مصروف تاع الشهر تاع اوت، ومن كنت شاركت معكم التحضيرات اللي ما شافوش الفيديو، تحضيرات تاع الضيوف، يعني قلت لكم وجدت طاجين لحلو، وجدت الحريره، ميم لي كورني خدمتهم درتهم في كونجيلاتور. اليوم رايحه نقول لكم ندير غير لافارس نكمل ماسيدوار ويكون فطوري واجد. يعني هنا فكره كيكونوا جايين عندكم الضيف ديما حاولوا تنقصوا على رواحكم الخدمه، سيرتوا الماكله اللي تعرفوها كي تصبح رايحه تزيد تبنان. ومام خياتي والله الوقت اللي رانا فيه ولا مربي ملي تنوضي غير مورا الجفافه مورا غسيل الماعن، يعني سيرتو يكونوا جايينك ضيف تحبي تبروفيتي معاهم الجماعه وكامل. على هذاك انا يعني وحده من الناس نحب نوجد كامل صوالحي قبل، يعني كيما اليوم كنت وجدت البارح طاجين لحلو، كنت وجدت الجلبانه مام الحريره، اليوم مازال غير لافارس تاع لي كورني بيان سيغ مع الماسيدوان وقهوه العشيه هكا، يعني باش نبروفيتي نجمع معاهم. انا حنعطيكم فكره على لافارس تاع لي كورني وشكون درت فيها، كنت درتها بلاصوص فخوماج واللي هي كاس حليب مغرف مايزينا مغرف فارينا شويه ملح شويه فلفل اسود، درتهم فوق النار حتى ثقال لي الخليط، من بعد زدت له فرماج رابي مع فرماج نورمال مع شويه زيتون ايفيلي، خلطتهم وزدت لهم الثوم. بالنسبه للثوم انا كنت زدت الطومات، نتوما تقدروا تزيدوا تاع الزيت. وفخسيتهم بيان سيغ كي جبتهم لي كورني من كونجيلاتور درتهم في الفول سخنوا شويه فخسيتهم ودرت لهم الفرماج رابي من الفوق. وهم ليكم لي كورني التاوعي كما كنتم تشوفوا جاوا يشهوا. وبيان سيغ راح نشارك معكم الطاوله اللي كنت درتها لاميمتي وجداتي. هنا كيما كنتم تشوفوا حبيباتي كنت درت الحريره لي كورني، الحريره جات تهبل يعني باتت وغدوه من ذاك الزيت كملت لها التوابل تاعها والله لا جات بزاف شابه. هنا بالنسبه للماسيدوان يعني كنت درتها على جال اميمتي تحب هكا الخضره انفوره وكامل ما تحبش تاكل سلطه ورق. بالنسبه للجلبانه درت لها فيها بزاف لاصوص بلحم غنمي وما درتش لي فخيت ثاني على بالي ما تاكلهمش. وطاجين الحلو كيما كنتم تشوفوا درتو بالبرقوق والمشمش بيان سيغ الزبيب كيما راكم تشوفوا ثاني جا بزاف بنين، بورتون درتو بارد في بارد مي صدقوني البنات جا ما شاء الله. وهنا يعني هذه هي الطاوله اللي كنت فطرت عليها اميمتي وجداتي ربي يحفظهم وربي يطولهم في اعمارهم. تعرفوا البنات الوالدين قد ما ديرهم في ذي الدنيا وقليله عليهم، سيرتو انا اميمتي وجداتي والله يا البنات كنصيب نشوي لهم على صباعي وقليله فيهم. ربي يحفظهم وربي يعطيهم صحيحتهم وربي يخليهم تاج فوق راسي وربي يخليكم كامل اميماتكم واغلى الناس اليكم. المهم افطرنا بيان سيغ ثاني كعجوزتي طلعت فطرت معنا وكامل، فوتنا قصره شابه من بعد توضا وصلوا حكموا بلايصهم رقدوا وليت انا للكوزينه. كيما راكم تشوفوا الكوزينه حالتها يعني صورتها لكم حالتها حاله، بديت نغسل في الماعن يعني الكيسان طباس الخفاف كامل غسلتهم، بعد وليت الماعن الكبار يعني الكيكوطات والطواجن وكامل ثاني غسلتهم ورجعت كل حاجه البلاصه تاع الماكله درتها في الكونجيلاتور على بالي بلي في الليل رايحه عجوزتي دير لهم العشاء. هذيك يعني قيس اللي كملت كان جا الزوج اتغدى من بعد وجدت لهم قهوه، وبالنسبه للقهوه يعني درت لهم القهوه هذيك اللي تجي مقليه يعني ومرحيه ماشي هذوك تاع لي بواط، باسكو ميمتي هذا واش تحب قهوه كحله بالطريقه التقليديه تاع ناس الزمان واسمها القهوه المخلطه، شكون اللي مازالوا يديروها، احنا مازالت ميمتي لحد الان تشربها اسقهوينا ومع العشيه كامل كتعجوزتي هي دارت لنا العشاء يعني دارت لميمتي. ثاني كيما راكم تشوفوا دارت الطعام بالحام العنب البطيخ المرقه، هنا شاركتكم يعني كيفاش حطيت لهم في الشومبره تاع القعاد قاعده تقليديه. ثانيك اسهرنا ورحت ديريكتومون نوجد الغدا تاع غدوه، باسكو غدوه ان شاء الله بربي انا رايحين للبحر، يعني هنا راح نعطيكم فكره واش تقدروا تدوا معاكم للبحر. يعني انا كنت راح مع دارنا وبيان سيغ احماتاتي وكامل العائله وكل وحده رايحه دير حاجه، يعني كل وحده راح تجيب فطورها وكي نولوا نفطروا معاك نفطروا كامل مع بعض. اول حاجه البنات درتها واللي هي السلاطه هذه تموت عليها جداتي واللي هي تاع طوماطيش مع شويه ثوم وفينيغرات، ثاني غليت لها البيض كيما راكم تشوفوا يعني سلاطه عاديه، ميم كنت درت شويه فاكهه غير اللي متواجده عندي درت شويه عنب مع تفاح كيما راكم تشوفوا لهنا.
بيان سور غسلتهم نشفتهم مليح ودرتهم في هادو لي بورتمونجي. هادو لي بورتمونجي ننصحكم بهم بزاف شابين يعني كامل ديروا فيهم مرقه ولا ماهيش راح تسيح. للقهوه كنت درت الكعك مع شويه طرنو على بالي بلي نشربوا القهوه. بالنسبه للطبق الرئيسي كنت درت لي سوفلي يعني ما حبيتش ندير بطاطا مقليه ولا حاجه يعني شكشوكه ولا قلت ندير لي سوفلي باش نتهنى ما نقعدش نعمر في لي ساندويتش ولا ندير طباسه ولا لي سوفلي. عمرتهم بلا فخ شابه يعني غير بصل وطوماطيش عمرتهم ثاني بالفرماج جاو بزاف بنان. درت كميه مليحه وهنا بلا ما ننسى الماء مع الجي ومع القهوه اللي ما تغطيش اميمتي. هنا صايي البنات وجدت كامل صوالحي راح ندير كيسان جو تاع بالفناجل تاع القهوه المغارف فراشت بالك كش ما ناكلو يا يوخت ولا بيان سور ثاني كسر بيتا ونتكلو على ربي ونروحو للبحر. وهنا حبيباتي الغاليات بعد ما وصلنا بالنسبه لهذا البحر بزاف سقساوني عليه في ستوري اسيا واش من بحر هذا ما كناش رحنا لبوزجر هذه المره كنا رحنا للمستغانم نشوفوا صدقوني البنات صح شويه بعيد هذا لابلاج ولا نسيت كيسموه مي البنات صدقوني ما شاء الله يعني الناس اللي فيه محترمين ما كاش لعره ما يعني ما شاء الله مام لابلاج في روحو جاي امقي وما يعني قد ما تبعدي ماهوش الماء يعني راح يغرقك ولا البزوز كانوا كامل يلعبوا كانوا كامل شويه يبعدوا مي يعني ماهوش جاي غامق يعني قد ما تبعدي ما كيش رايحه تغرقي فيه. المهم حبيباتي فوتنا صبيحه شابه عمنا بدلنا الجو سيرتو تكونوا الحماتات كامل مع 12 كل وحده حطت افطورها كيما حماتي وحده كجايبه لي فخيت مع الكفته قاليتهم وحده اخرى كدايره الكفته بلا صوص طوماط وعاودت ردت عليها البطاطا. انا كنت درت هذوك لي سوفلي هنا كيما كنت تشوفوا بدات القابصه تاع خوا يعني اتغدينا يعني ما درنا لا طابله لا والو باش ما نكثروش الخرده على رواحنا. من بعد ريحنا شويه كيما كنت تشوفوا عاود وليت دخلت نعوم يعني بردت قلبي تاع ساسيختو كيروحوا معايا ولاد حماتاتي الكبار يديروا واحد لومبيونس ما شاء الله. من بعد البنات نقول لكم مع قيس الثلاثه ولا شفت هذوك البيدالو يكرو فيهم قلت والله ما خليها في خاطري رحت مع ولاد حماتاتي يعني هما جابوها ورحنا درنا فيها دوره خفيفه. بالنسبه للسعر تاعها في بالي كانوا يكرو فيها 50 ميل للنص ساعه. المهم درنا فيها دوره خفيفه يعني تحسي بهذاك الشعر نتاع البحر ولا صدقوني البنات كي ركبت فيها ما حبيتش كامل الهود عجبتني بزاف هذيك التجربه. المهم درنا شويه فيها من بعد البنات كملناها عوم وفي الاخير قعدت فيه خاطري الفلوكه حبيت نجرب هذاك الشعور تاع الفلوكه وما نكذبش عليكم يعني شوفوا 90% جربت الفلوكه لكم تشوف فيها ركبه فيها على جال باش نحس بالحراقه كيفاش راهم يخرجوا باسكو صعيبه البنات تركبي في بوطي تحرقي من وهران لاسبان ولا من الجزائر لاسبان ولا تاع الصح صعيبه. حبيت نعيش هذيك اللحظات ونحس بهذوك الحراقه صدقوني انا ملي ركبت في هذيك الفلوكه والدموع هكا يهودوا. مي حبيت نشارككم وما نحبش نعطيكم الطاقه السلبيه نحب نعطيكم غير الطاقه الايجابيه وبيان سيغ نشارك معكم كامل نهاراتي كيفاش يفوتوا. بالنسبه للفلوكه كنا كريناها ثاني نص ساعه نورمالمون كانت ب 100 ميل باسكو الموتور في بالي كان غير 15 على حساب الموتور كيكون موتور تاع 115 ولا في بالي توصلكم حتى 150 باسكو راح يبعد بكم. مي هذا الموتور من 15 كان حسبها لنا غير 100 ميل. المهم دار بينا فوتنا بزاف شابه. وهنا البنات وصلنا لاخر الفيديو قلكم ان شاء الله الفيديو كان عجبكم ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم الى فيديو اخر يا ربي ينصيبكم بخير. راكم تشوفوا في لافا كيفاش راني بلعبت قلت هكا ونشارك خياتي نهاراتي كيفاش يفوتوا باسكو على بالي بزاف المتتبعات الوفيات راهم يقولوا لي اسيا ما تغيبيش علينا وعلى بالي هذو الايام ثاني غلب نغيب عليكم. مصدقوني البنات الله غالب الظروف يعني ضياف المرض كانوا مريض وليدي وهذه هي الغاليات الحبيبات على قلبي. قولكم نحبكم نموت عليكم ما تنساوش جيم وكومونتير. سلام سلام.